المنظر كله. هذيك مع لقينا بشي كولا تاع لاسويس التصويرة هاي اللي دايرها من بعد كي يجي يا ماما تكتب تبكي عليها العين العمياء يدو علي واش جابني جابك بويك العود ومعود يزيد يعودك معاه الله يحفظ ويصلي Et sans pouvoir, parce qu'il a un pouvoir, la loi lui donne ce pouvoir. La loi lui permet dans les في بلاد الشام خاصة وفي سائر البلاد العربية كانت تحت الحكم العثماني بعد ذلك وسياسة التتريك البغيضة التي نادت بها جمعية الاتحاد والترقي أيضا في البلاد العربية ومنع التدريس بالعربية في المدارس كانت قضية سيئة وليس هذا الوقت وقت الشرقية أو سربيا لكن أمير خالد بدرت منه كتابات في ضد الترك ومنها ايضا في المؤتمر العربي الاول اللي جرى في باريس 1913 حتى اوضح موقف الامير خالد وان ما ادافع انما اذكر السبب الذي ادى به الى ذكر شيء من العداء للاتراك انذاك وان هذا العداء ليس المقصود به عداء للدوله العثمانيه وتاريخها المجيد انما المقصود به ذكر احوال الدوله تحت جمعيه الاتحاد والترقي الماسونيه. الامور كانت غامضه ومتشابكه انذاك ولم تكن امور واضحه حتى تضحيها بعد ذلك وهذا كله ادى الى تشوش بعض الاذهان عن الامير خالد وكتابات الامير خالد ومقالات الامير خالد ومواقف الامير خالد ارجو ان اكون قد وضحتها بهذه الحلقات الثلاث ان شاء الله تعالى. هذا هو الامير خالد الهاشمي سيء العز والشرف سيء الاسره النبويه سيء الجهاد الذي قام به الامير عبد القادر الجزائري سيء النخوه العربيه الاصيله والشهامه الاسلاميه الرائعه المثقف عميق الثقافه الاسلاميه القارئ النهم والقارئ الواعي الضابط العسكري الذي اثبت جداره كبيره في حروب فرنسا واثبت فروسيه وبطوله وشجاعه حتى استحق اوسمه كثيره من فرنسا المنادي السياسي المنادي بحقوق امته والاسلاميه وحقوق شعبه الجزائري لم في الحقيقه مطالباته لم تنحصر فقط شعب الجزائر بل كانت مطالبات عن المغرب وعن تونس وعن الجزائر واهل الشام الكبير سوريا ولبنان وكل البلاد العربية والإسلامية والخلافة الإسلامية ومناداة بالعودة للخلافة الإسلامية من جديد كانت مناداته في الحقيقة مناداة إسلامية شاملة عامة لا ترد بقطر دون برزيل ولا بأرض دون أرض ولا ببلد دون بلد أوجد يقظة كبيرة في الوسط الجزائري ونبه كثير من العقول الجزائرية للمطالبة بحقوقها بعد ضياع كامل وتام مدة 90 سنة تقريبا منذ دخلت فرنسا الجزائر كان هناك مقاومات رائعة وأعمال رائعة لكن انتهت إلى لا شيء في النهاية يعني عمليا وكانت مدة ضياع جاء الامير خالد الهاشمي واوجب نوعا من الانحراف العام في الجزائر حول الجزائر حركه الشعب الجزائري اوجب حركه كبيره في الجزائر بعد ذلك الى الحركات الكبيره في الحروب بعد ذلك حزب الشعب الجزائري وجبهه التحرير الوطني الجزائري وجيش التحرير الجزائري اعمال خالد الهاشمي لا يمكن ان توصى ان شاء الله تعالى وهي في سجن الخالدين واحسب في النهايه تقويم عام له ان الرجل كان بطلا اسلاميا ما خرجت حركته عن حدود الاسلام وكان مشدودا الى مطالب بلاده والى مطالب البلاد الاسلاميه عاملا مع تنفيذها متدرجا في ذلك العمل ووسع وتدرج اختار العديد من احوال الجزائر انذاك
بلدان واحوال العالم كله بلدان الثاني تقوم بيوصل في امريكا وان يعرف شو في فرنسا ناكل بيته في كل مكان ثاني يصل اليه الثاني تقوم كل الظروف اللي ينادي بمطالب الجزائر والمطالب عادله وقويمه انذاك هذا ملخص لاعمال وحياه الامير خالد الهاشمي هل يجبر بعد ذلك الى كل الاحداث التي عقبت ذلك الى بدايه الثوره الجزائريه والرائعه استقلال الجزائر بعد ذلك وكل ذلك سأدعني بحلقات مطوله ان شاء الله تعالى ارجو من الله تعالى ان يبارك هذا العمل وان ينشره في العالمين من اجل استفاده الاجيال به و تصحيح واقعها الحالي خاصة في الجزائر وعامة في العالم الإسلامي وإنارة الدروب في مستقبل زاهر قادم نتمتع فيه جميعا إن شاء الله برفع راية الإسلام عالية وتحكيم الشريعة وسيادة المسلمين من جديد أسأل الله تعالى أن يحقق ذلك وأن يجعلنا من المشاركين فيه ويلقى إخواني وأخواتي في الحلقة القادمة والله أعلم وأحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو لم